عمرو سلامه بقى خلاك تتعلم المون ووك بقى بتاعت مايكل جاكسون. يعني احنا خدنا الموضوع جد قوي في التحضير انا وعمرو. بدنيه اضطرينا عشان الشخصيه ان احنا اخس 15 اوكي اهو ضحوني ده بقى ده اكسكلوسيف بقى ده حصري اول مره يتعرض الكلام ده. ايوه بس بيتدرب باخلاص يعني عارف تحس انه جدا واصلا هو حابب الموضوع ودلوقتي بيتمرن رقص فعلا بيتدرب رقص لوحده بعد الفيلم. يعني كمل بقى في الليل بتتدرب رقص ايه يا احمد؟ عجبني الموضوع قوي حبيت الموضوع بتتدرب ايه؟ لا مش شديد انا طالب في مركز القاهره للرقص المعاصر طالب مده كامله 3 سنين فعلا انا عارف الموضوع يخد شويه لا يعني مش يخد بس هو يعني جديد يعني رقص هو فن يعني طالب منتظم كل يوم من الحد الخميس من 10 الصبح لحد 3 الظهر وبتدربوا ايه في مركز القاهره للرقص المعاصر ايه نوع الرقصات يعني بندرب كل يعني بندرب بايو ميكانكس بيلاتي باليه هيب هوب لا انا مش فاهم غير باليه قول لي ايه البايو ميكانكس عارف البايو ميكانكس ده طبعا لا بس ده تخصص هندسه بايو ميكانكس ده واناتومي ودي رقصه يعني البيولوجي بتاعت الميكانكس بتاعت البيولوجي بتاعت التشريح ازاي واناتومي بندرس اناتومي برضو نظري تشريح وتاريخ رقص وانت كنت طالب في المعهد ده بعمل تيم لا لسه داخل السنه دي وبدرس اعلام في الام اس اي يعني ممتاز لا مبهر جدا والله العظيم ليه بتقولها وانت انت ما شفتش عمرو هو بيقول لك مبهر وشه كان معبر وشه يعني ما فيهوش اي انبهار لا انا قاعد سرحان جدا في اللي هو بيقوله الجيل ده بتاع عيبني والله العظيم ما تبقى not expected ما تبقاش تتوقع لا لا انا بجد انا اكتر يعني قعدنا في الجونه في مهرجان الجونه السينمائي قعدنا حوالي 8 ايام فانا طول الثمان ايام قاعد مع احمد ومع سلمى ابو ضيف ومع جميل عوض ومع طارق عماد ومع مي الغيتي هم بجد الجيل ده لما بقعد معاهم ببقى متفاجئ لان انا بفتكر الجيل ده فعلا يعني انا وانا قد احمد مالك كان اهم سؤال عندي في حياتي انهي كافيه ما فيهوش مينيمم فلما ده السؤال اللي بيبقى شغلك كل يوم مش مينيمم تشارج طيب هنرجع تاني ل